أكد تجار ومشاركون في معرض الخريف بنسخته 34 هذا العام على ما يحمله المعرض من دلالات كبيرة على نجاح المعارض المقامة في مملكة البحرين. نعم، حيث أصبح معرض الخريف مقصدا للكثير من الزوار من داخل وخارج المملكة، فضلا عن حرص الزبائن على حضور المعرض والتطلع إلى استمرار إقامته سنويا. حظي معرض الخريف بنسخته 34 هذا العام بمشاركة واسعة من داخل وخارج مملكة البحرين، وذلك بمشاركة أكثر من 557 عارضا من 16 دولة مختلفة من دول العالم، ليقدم على مدار 9 أيام خيارات متنوعة بما يلبي أذواق واحتياجات جميع المتسوقين من عائلات وزوار من مختلف الفئات العمرية. الحمد لله نحن هاي النسخة الثالثة لنا في المعرض الجميل هذا. المعرض الميزة فيه أن كل سنة عن سنة يتطور، شركات جديدة، إدارة جديدة. نشكر قائمين على هالمعرض، وهذا المعرض ما شاء الله صار رمز من رموز مملكة البحرين الحبيبة، فتواجدنا نحن من الإمارات شرف لنا أن نكون موجودين في هذا المعرض. أنا حريص أني أشارك في معرض البحرين الدولي أو معرض الخريف بالذات، هذه تقريبا مشاركتي لرقم 13، وحريص كل سنة أني أكون أنا من ضمن الناس المشاركين أو من ضمن الشركات اللي تيجي من الكويت تشارك في معرض الخريف. والله مش رائع أكثر من رائع صراحة، ما شاء الله الحضور والجمهور رائع جدا، التنظيم رائع، كل شيء جميل في البحرين. هاي الزيارة الأولى لي وحبيت البحرين وهلها. المشاركون من مختلف دول العالم حرصوا على المشاركة في معرض الخريف لما يحظى به المعرض من سمعة واسعة، ولما يوفره من منصة ومساحة جيدة للإعلان عن الأعمال وعرض البضائع والتعرف على أذواق المستهلكين. ما شاء الله التنظيم هالسنة طبعا مثل كل سنة التنظيم متميز جدا. احنا نتعمد نشارك في البحرين كل سنة، طبعا مشاركاتنا الخليجية حاليا تقتصر على البحرين فقط. عندنا مشاركة في معرض الخريف الماضي، وعندنا مشاركة في معرض المجوهرات الماضي أيضا، وهذه السنة ما شاء الله. طبعا مشاركاتنا في البحرين دائما نحاول نخصص منتجات معينة مختصة باللبان أكثر، نخصصها للبحرين، تدشن فيما بعد في محلاتنا الأخرى في عمان، ولكن يعني نخصص فيها البحرين. طبعا هذه المشاركة بعد ما جينا هنا احنا السنة اللي طافت كسياح وشفنا التنظيم الجميل هذا، فقررنا نشارك ببراندنا الخاص. واللهم لك الحمد، تسهيلات في الحجوزات اللي هي حجوزات المحلات، تسهيلات في الشحن، بضائع من الإمارات اللي هنا. إن معرض الخريف يقدم تجربة تسوق موسمية ينتظرها الكثير من الأفراد والأسر، من مواطنين ومقيمين وحتى من سياح وزوار، كونه يجمع هذا العدد الكبير من الشركات والمنتجات المحلية والإقليمية والدولية تحت سقف واحد، وذلك بما يدعم تحقيق أهداف الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026، ومنها تنويع المنتج السياحي.